دائما تتحدثون عن حلول مقترنة بإشراك التيار الصدري، بمحاولة إقناع التيار الصدري، بمحاولة إرجاع نواب التيار الصدري وإلى آخره. طب ولكن هناك أيضا حال آخر لا تتطرقون إليه نهائيا، وهو القبول بالواقع الحالي، القبول بمرشح الإطار، وكونوا أنتم كقوى معارضة وشوكة في خاصرة الحكومة الجديدة أمام أي زلة وأمام أي خطأ يمكن أن ترتكبها من خلال مرشح الإطار. يعني لا تطرحون مثل هكذا خيار على سبيل المثال. سؤالك جدلي أستاذ أحمد، بما أنه الديمقراطي لا مو قضية جدلي، ولكن إيجاد بعض الحلول. يعني أنتم مشلبين باتجاه معين. نعم. ابحثوا بالحلول في الاتجاه الآخر مثلا. نعم. من جنابك تطرح بعض الرؤى وبعض التساؤلات اللي موجودة في عقل الشارع العراقي، ليش ما الديمقراطي يكون معارض؟ أكيد إن ما وجدنا العملية السياسية الحالية وبرؤى السيد مسعود برزاني مثلا، إن ما رآها غير قابل للاعتدال والتصحيح أكيد سوف يأخذ دور آخر، وهذا هو رؤيته وقراره. ولكن من 2003 لحد 2022 الديمقراطي مشارك بالعملية السياسية وفي داخل قبة البرلمان، لأننا نرى أنه الدخول في داخل القبة والتصويت بنعم أو لا هو الواجب الأساسي أمام جمهورنا اللي صوت. إن هذا واحد. اثنين، بما أنه لن نقدم استقالاتنا كما فعل التيار الصدري 73 نائب في لحظة واحدة، إذن ليش نطلع من العملية وليش نترك الأمور سائبة كما هي الآن والفوضى يستفيد منها من هو الغير معتدل والفاسد والغير منتظم والذي يمتلك السلاح وغيرهم، والخلاف يزداد فيما بين المكونات الكردي والشيعي الشيعي والسني السني كما شاهدناها بالأشهر اللي مضت. أنا بدل أن أكون معارض وما راح أحقق نتيجة في معارضتي، لأنه أعرف أنا صوتي في داخل الحكومة يجوز ما يسمعون دائما لأني مكون كردي يعتبروني. إذا كان هناك معارض قوي شيعي مثل السيد مقتدى الصدر أقول لك إيه، كون سكينة خاصرة كما تفضلت في ظهر العملية السياسية لاعتدالها، ويجب أن يكون السيد مقتدى الصدر في توجهاته وفي قراراته مع نفسه ومع الشارع العراقي أكثر وضوحا. يعني عندما يقول أنا معارضة يجب أن تكون معارضة تخرج عن العملية السياسية بالكامل.